الأزمة السورية بدأت تلقي بتأثيراتها بشكل حقيقي على الأوضاع في المنطقة، فالتفجيرات التي طالت العاصمة اللبنانية بيروت كانت الأعنف منذ بدء المعارك في سوريا وحتى الآن. أعضاء في مجلس النواب العراقي أبدوا تخوفهم من الخروقات الأخيرة التي طالت بيروت في وقت لم يستبعد أن يشهد العراق خروقات مشابهة لها، سيما مع استمرار التدخلات الدولية في الشأن السوري التي ربما تزيد الأمور تعقيدا حسب رأيهم. الحكومة العراقية يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي وبلورة للرؤية المشتركة بين كل فرقاء السياسيين العراقيين تجاه هذه الأزمة، لأن تعرف نتائج الأزمة السورية والتدخل في الأزمة السورية باتجاه العسكري والسلاح والمقاتلين هو اتجاه سلبي ويؤثر على المنطقة ويؤثر على العراق بالخصوص. لجنة الأمن والدفاع النيابية التي لم تستبعد هي الأخرى حدوث خروقات مشابهة للخروقات التي طالت بيروت أبدت كذلك استغرابها من عدم تنفيذ الحكومة العراقية للخطط المرسومة لحماية الحدود من تسلل المقاتلين. العراق عليه أن يحافظ على الأمن الحدودي، أمن شعبه، وهذه إجراءات الأمن أن تقوم بها بشكل واضح، يفعل جانب الاستخبارات. كذلك كان هناك خطة على وضع كتل كونكريتية التي كانت موضوعة في شوارع بغداد على الحدود السورية العراقية، لكن مع الأسف لحد الآن لم يتم تنفيذ هذا الأمر، مع أنه لجنة الأمن والدفاع طالبت الأجهزة الأمنية بالاستعجال بوضع هذه الحواجز الكونكريتية لمنع تسلل المهربين، تسلل المقاتلين العرب الذين أو العراقيين اللي يقاتلون مع المعارضة السورية. محللون سياسيون وجدوا أن الانقسامات الحاصلة في الرأي بين السياسيين العراقيين أزاء الأزمة السورية قد تستغل في تنفيذ مثل هذه الخروقات الأمنية. هناك قوى سياسية تعتقد أن انهيار نظام في سوريا سوف تكون له تداعيات سلبية على الوضع في العراق، وقد بشكل أو بآخر يضعف الموقف الإيراني، وبعض هذه القوى مرتبطة بقوة بهذا المشروع، وبالتالي لا بد أن نؤمن بالتغيير في سوريا كما أمننا به في العراق وفي الدول الأخرى، لأنه بالنتيجة إرادة شعبية التي يجب أن تقرر شكل النظام وآلية السلطة في هذا البلد. لكن بالمقابل أنا أعتقد أن هنالك مبالغة وتهويل فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية التي يمكن أن تحدث في حال النظام في سوريا. ويرى مراقبون أن عدم اتخاذ العراق لتدابير احترازية من شأنها منع دخول الفوضى عبر الحدود مع سوريا أمر ربما ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق والمنطقة أيضا، لأن بعض أقطاب الصراع يهدف إلى إيصال رسائل إلى القوى الإقليمية والدولية بقدرته على نشر حالة العنف والفوضى لتطال الجميع. سنان عدنان، السومرية.